يعني الطوطين هو اسم المجال الحضاري، طبيعة البناء هي بناية مستقلة، مساحة البناء هي 600 والمساحة المبنية هي 400 متر، يعني الوضعية العقارية هي بناية في ملك جماعة العيون، الجهة المشيدة هي الجماعة الترابية العيون هي التي شيدت البناية، فيما يخص يعني التجهيز التعاون الوطني في إطار برنامج جسر، وكذلك دعم التسيير هناك وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني. أما فيما يخص السركة هناك وزارة التضامن والتعاون الوطني، جامعة عيون، مبادرة التنمية البشرية، والمركز المغربي لمواجهة العنف ضد النساء بالأقاليم الجبلية. هذه الهيئة المسيرة لهذا الفضاء. أما فيما يخص تاريخ إحداث هذا المركز هو يوم 10/3 يعني 2016، هو مركز قديم ومن المراكز يعني الأوائل يعني في المغرب. كانت إعادة التأهيل ديالو في برنامج الاستثناء تم على الشرطة، وكان ضخم في خدمة الإيواء. نعم، وضعية المركز راه مشغلة. تاريخ الافتتاح 9/5/2017، يعني تسير مشترك بين مؤسسة التعاون الوطني والمركز المغربي لمواجهة العنف ضد النساء بالأقاليم الجنوبية. يعني مكونات البناية، هناك مكتب المسؤولة، فضاء الطفولة، صالون. فاتحة العكري رئيسة المركز المغربي لمناهضة العنف ضد النساء، كيف شفتوا بمناسبة الاحتفال بالمسيرة الخضراء المضفرة اللي كانت واحد زيارة السيدة ديال وزيرة التضامن والتضامن الاجتماعي والأسرة، واللي كنا الحمد لله احنا جد فخورين الحقيقه بهذه الشراكه اللي هي مع وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره والتعاون الوطني، اللي هي واحد الشراكه عاطيه الاكل ديالها بالنسبه للنساء المستفيدات، بالنسبه للنزيلات، بالنسبه اللي كيستافدوا من التكوين، بالنسبه للتوجيه القانوني والدعم النفسي كذلك، والنهوض بوضعيه المراه في وضعيه هشه. كانت اليوم انطلاقه واحد المنصه اللي هي منصه جسر او منصه الرياده للمراه، وواحد اللي هي غادي تكون حقيقة واحد السبق في المغرب، ونتمنى على أن إن شاء الله نكونوا كمجتمع مدني، كمؤسسات مواطنة، وكذلك كدولة على أن نكونوا مرجعية في مجال النهوض أوضاع المرأة، في مجال حقوق الإنسان، في مجال حقوق المرأة بصفة خاصة لكل العالم بأسره. وشكرا. المدرجة حتروبة رئيسة جمعية التعاون والتضامن المرأة والأسرة والطفل، ومديرة مركز فضاء للنساء متعدد الاختصاصات المرسى. جينا اليوم هون، استقبلنا الوزيرة ودنا الاحتفال، استقبلتها الأخت فاتحة العكري في المركز اللي عندها، وكان صراحة استقبال في المستوى، ونتمناو لها إن شاء الله التوفيق، ونتمناو ملي وشكر للسيدة الوزيرة اللي زارتنا وكانت التفاتة جيدة منها، اللي عطاتنا سيارات للمراكز كان نقدو ونتعاونوا بهم في جميع المجالات وخصوصا ما يخص المرأة. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.